الكاتب الصحفي الأستاذ سليمان الحكيم عبر الهاتف، تناول الصحف المصرية لتصريحات السيسي. أستاذ سليمان، أهلا بك بداية. أهلا بكم. الصحف المصرية في طبعتها اليوم صدرت في صفحاتها الأولى تصريحات السيسي حول الإخوان، وبالتحديد ما جاء في حوار عبد الفتاح السيسي مع الشاهد الكويتي بأن الشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان للسلطة. كيف ترى حديث عبد الفتاح السيسي وتصدير اللائمة على الشعب المصري؟ هذا الكلام لا يصدر إلا من شخص حاكم مستبد، حاكم منفرد بتأخير مصير الدولة بل مصير الشعب أيضا. يعني إذا كانت الأمور في إطارها الديمقراطي التي يدعيه هذا الحاكم فكان لابد أن يعيد الأمور، لا يستطيع أن يقول ذلك وخلفه شعب يقرر ما يريد، لكن هو يعلم تماما أن الشعب لا يقرر ما يريد ولا يقرر مصيره بنفسه، ولكن الذي يقرر هو الصناديق التي يجري التلاعب بها، القضاء الذين يتلاعبون بمصير الانتخابات ومصير مصير الشعوب. الحقيقه ان الشعب المصري غائب او منفي او غير موجود اطلاقا فيما يخص الحكم ومن ياتي ومن يذهب من الحكم. يعني الكلام لا يصدر الا عن شخص مستبد ينوب عن الشعب في كل شيء. لا يعني من ياتي ومن يذهب هذا قرار شعبي ملوش علاقه بالاستفتاء. اما انك تقول الشعب لا يقبل، انت اجريت استفتاء يعني ودي نتيجته ولا انت تطوعت زورا وبهتانا بالكلام نيابه عن الشعب؟ لماذا تتحدث عن ان الشعب لا يقبل؟ طب اشمعنى الشعب لا يقبل اشياء كثيره جدا ومع ذلك انت لا تلتفت الى الشعب؟ الشعب لا يقبل ان تبيع وتتنازل عن تيران الخناقير. الشعب لا يقبل التطبيع والتبعيه للمملكه السعوديه مملكه السعوديين، الشعب لا يقبل امور كثيره جدا، فلماذا يعني لا تتحدث عن الشعب وما يقبله وما يرفضه الا اذا كانت الامور متعلقه بالحاكم وبالحكم وبوصول الحكم وبالسلطه. طيب سيد الحكيم، يعني انت تضع يدك على رايي. طيب كيف ترى توقيت، وضحت فكرتك سيد الحكيم، كيف ترى توقيت تصريحات عبد الفتاح السيسي التي تحدث بها بهذا الحديث؟ هل هناك مغزى معين في توقيت هذه التصريحات خاصة مع المبادرات التي تخرج من آن لآخر في محاولة منها للم شمل الشعب المصري الحقيقي من جديد؟ شوف يا سيدي، هو يتخذ الاخوان المسلمين ذريعه لفرض يعني مثلا حرب الارهاب، هو يعني يخلق الوهم اللي اسمه الاخوان. هم اين الاخوان المسلمين؟ كلهم في السجون وكلهم في المعتقلات وكلهم مطاردين وكلهم في الخارج في المنافي، ومع ذلك يعني يخشى من وجودهم يخشى من ان يسلبوه السلطه، فيدعي انهم هم ارهابيين، يدعي انهم يريدون هدم الدوله وتقويض الدوله. دوله ايه اللي يقوضها الاخوان المسلمين وهي دوله مقوضه بالفعل؟ دوله يتحكم فيها الان اعلاميا وماليا والى غير ذلك واحد اسمه تركي ال الشيخ من السعوديه. انا يعني يكفيها يتحكمون فيها من داخلها، لا جايبين لنا كمان ناس من السعوديه تبيع وتشتري في الكوره وتبيع وتشتري في الاعلام وتبيع وتشتري في مصير الشعب. للاسف دوله ثم ياتي ليقول يقوض الدوله، الدوله فيها قضاء ومع ذلك القضاء يظلم من محكمه النقد وهي اعلى محكمه في مصر اسمها محكمه المحاكم التي تحاكم المحاكم نفسها والتي تحاكم القضاء، ومع ذلك تصدر هذه المحكمة محكمة النقد حكم بأحقية الدكتور الشبكي في مقعد مجلس الشعب عند دائرة الدقي، ومع ذلك يتحداها شخص واحد اسمه مرتضى منصور يقول على جثتي لأن الموضوع يخص ابنه أحمد. نعم. ففين الدولة
التي يخشى السيسي من تقويضها على يد الإخوان المسلمين. فين هذه الدولة؟ أين هذه الدولة؟ لا يوجد دولة في مصر الآن، والكل كل من يريد أن يفعل شيئا فليفعله باسم الدولة. لا للأسف، للأسف الشعب مغير، يغير بقرار، والشعب يشارك بقرار، ثم يعني يشارك بقرار في مسائل لا علاقة لها بالحكم ولا بالسلطة. الذي يقرر من يأتي إلى الحكم، ومن يقرر من يأتي إلى مجلس النواب، ومن يقرر يأتي وزيرا، هو شخص واحد فقط، شخص واحد اسمه عبد الفتاح السيسي. يعني يتحدث عن الشعب، يريد الشعب يريد إيه؟ إذا كان يتمكن الشعب يريده، فلا يعني يفتح له الباب لترى ماذا يريد الشعب حقيقة، بدون تصوير، بدون تسويف، بدون ابتزاز، بدون إلى آخر كل هذه المعوقات التي تحول بين الشعب وحريته، بين الشعب وحرية قراره. إذا وصلت. إذا كنت تهتم فعلا بالشعب وبرأي الشعب. نعم، شكرا. أمور كثيرة يرفضها الشعب. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ سليمان الحكيم، كنت معنا في ملف اليوم لهذه الحلقة.